شهد مسرح سينما أورلي في الأسبوع الماضي ولادة نابغة فنية جديدة في لبنان، ألا وهو زياد الرحباني ابن فيروز وعاصي الرحباني، الذي برهن هذه المرة عن طاقة واسعة في التأليف والتلحين، حتى جاء عمله هذا من أجمل وأكمل ما شهده المسرح اللبناني حتى اليوم. سوف يتحدث العارفون كثيرا عن نزل السرور وأبعاد هذا العمل الرائع. بلط السيري وضيفنا الليلة زياد الرحباني للتواصل معنا والمشاركة بالحوار. الأرقام موجودة على الشاشة وفيكم تحكونا على الرقم الساخن 03746108. بعد ما بلشنا ناخد اتصالاتكم بس يعني عم نسجل وبس هيك ناطرين لحس انه هيك عملنا حوار، بما انه هاللقاء هو لقاء مميز بالنسبة لنا. حكينا قبل الاعلان عن علاقتك بالسيدة فيروز، ونحن عم نحضر طلبت منك اذا فينا نسمع شيء مقتطفات من التسجيلات اللي موجودة عندك. خصصتنا بمقطع من كيفك انت اللي هو هيدا عمل مميز يعني بمسيرتك وبمسيرة السيدة فيروز. هلا بقى نسمعه، بس قبل عندك كمان اغاني يعني عدد من الاغاني مسجلة بصوتها لا في اغاني هذا بالذات، هذا هو البروفا اللي كانت بدها اياها تحفظها. كانت مسافرة على امريكا، هي عندها سفرة وبدها تحفظها بالطيارة، كانت يعني حافظتها بس مع بيانو. كان بدها تسمع كيف بتفوت ايقاع كم مرة والكوبليه كيف بيفوتوا، وانا مش رايح معه. فنزلت ليلة قبل ما يسافروا على استوديو، كان في باس وبيانو وهي يعني عم نسجل بنفس الوقت، يعني ضفنا بس الباس وبس فلت دقيت انا درامز من بعدهم، واللي هي ما بيصير على درامز اللي بدق بالاول، بس ما لقطنا واحد يدق بالليل، يعني هي مسجله شي الساعه 2:30 الفجر يعني. لا اخذتها بووكمان تسمعها كل الطريق لتوصل هنيك انه اكيد منها. وهي كانت من الاساس وقتها كانت مقرره تغنيها او كانت هي كانت بالبرنامج بامريكا، يعني غنيتها اول مره لكيفك انت مش هون مش بلبنان تغني؟ لا، لانه هيدي تحول تعتبر ب يعني وهيدي نثبت جدا الغنية بسبب الكلمة كيفك انت. خلينا نسمع هالبروفا. اذكر اخر مرة شو قلت لي، بدك ضلي بدك فيك تفلي، زعلت بوقت نفس تاني يعني بهال. أنا لبل بفضلها على اللي نزلت، دايما هيك بصير. كيف بتفضلوا غنية تيك على تيك؟ كانت كتير مرتاحة عنه يعني، وبعدين كل واحد بيقوضة يعني الباص بيقوضة وأنا البيانو بيقوضة وهي بيقوضة وشايفين بعض. نعم، وكيف بتقرروا آخر شيء هي تيك بقى تنزل؟ هذه مش بقيت بروفا، لأنه ما لها ما فيها الفرقة ما فيها شيء إذا نلاحظ. نعم، بس كان كله سوا عم تعملوه. ايه بحس حالها تقريبا كأنه بالبيت عم تغني. نعم، من القصص اللي أكثر شيء كمان عم ننسألها يعني، لأنه عم نسجل الأسئلة، عم بنسأل كثير مثلا عن علاقتك بأختك ريما. خلينا نتخطى هذا الموضوع لأنه كثير هلا العلاقة مقطوعة بسبب إنه هي لسبب واحد، إنه هي مديرة أعمال فيروز
واللي عم بيندار لفيروز واللي صار مؤخرا مع فيروز اللي مضطر، انا مش حاكي عنه قبل، يعني وصل لمحل ما بينسكت عنه. طب في حدا ممكن يعني يتدخل؟ يعني غيري عم بيحكي عنه بس انا بعد ما حكيت عنه. شو عبالك؟ يعني انا امي بعد ما سالتني عنه. دليل شو؟ ما انت سمعته او يعني انه حدا، انه انا مش معقول مش عارف انه عم يعملوا شيء للسوق اغاني. انه فيك تقاطع بس انه فيك تقول خبر علمه خبر انه قالوا لي بساعدكم بالتسجيل بركي بساعد. ما اجوا سجلوا باستديو لهم، يعني شركه هذا الاستوديو مطرح ما نحن شركه انا وامي وريما، يعني ما عايزوا استوديو حتى. انه شغله مثل كانه غريبه كثير يعني. بس هذا الشيء يبدو زعجك يعني اكثر شيء. زعج كل اللي بيحبوها يعني. انت سمعت ولا لا؟ الناس قد ما بيحبوها ما يعني ما نثبت قد ما لازم، يعني انا توقعت شيء مهول يصير قطع ما كان لهم عين بركي يعني. ايه بس انه مش هينين الناس انه يمسكوا حالهم على الشيء اللي صار. هو يعني انت سمعته او يعني شيء جبرني فوت على الفيسبوك انا قد ما صاروا يخبروني اخبار، قلت لا بدها فيسبوك هذا. يعني ما حدا فوتك على الفيسبوك الا هالالبوم نفع حاجة. ايه مرة قبل بعدين بنقول لك عنه. نعم. شو الغلطة فيه لهالالبوم؟ يعني شو المشكلة؟ صراحة سمعت منه غنيتين وعم بسمع الثالثة وقفت بنصها. رح زرت كيف بده يكونوا الباقيين. انا بشتغل بالموسيقى يعني. شو التوك تبعهم؟ يعني نسوني انه انا بشتغل بهالشغلة. مطبوع خالص. لو استشارتك والدتك شو كنت بتقول لها؟ ما بعرف شيء، هذا شيء فيرتشو اللي صرت انت افتراضي كثير افتراضي. نعم. طيب هل في حدا ممكن يصالحكم يعني او هي ممكن تتدخل؟ ما في قصه صلحه، في كل واحد لازم يشتغل شغلته. انه تستعين بناس، ما كل حياتها تعمل حفلات بس كانت تستعين بناس مش واحدة يعني. بس هون عم نحكي تداخل العيلة مع الشغل مع الأذواق يعني. صحيح. بس كان ماشي الحال قبل. أمتى ما يعني أمتى وين صارت المشكلة؟ يعني كان ماشي قبل إذا كل واحد عارف شو عم يعمل. من 2008 وجر بلش يبين هيك. 2008 وقت طلعت فيروز عملت صح النوم بسوريا. نعم. هلا اليوم عم نحكي انه في الاستاذ طلال حيدر كاتب اغنيه لفيروز وممكن تغنيها. الله يعينه بالسلامه. اول شيء تعرض لشغله صحيه بس الحمد لله يعني. بس انا خبرني على طلال وقلت له اتصل فيها لفيروز يعني واسالها. بده يكون هذا نفسه اللي قال لي اياه المشروع يعني. طلعت على الاعلام وهي ما معها خبرها كمان. واكيد مش رح تكون مبسوطة ابدا من الخبرية. ايه نعم. وين مشكلتها لفيروز مع الاعلام؟ يعني الكل عائلة بيت الرحباني منفتحين على الاعلام، هي قلت انه حذرة بتخاف بتشك بالعالم. يعني مش وضعك اكثر منها. بس انه في شيء ضرب لازم تكون اكلته لعندها كل هالمشاعر او هي شخصيتها هيك؟ ما بفتكر لها علاقة هي هيك. بعدين تعودت مع الاخوان الرحباني انه كانت معوده تسكت بس تطلع. انه هي متفقه هي وبي اكيد يعني انه ما بحب احكي اكيد قلت له هيك. هي بتعتقد انه هي هيك قالت له بيحكي عن ضيعة تقريبا او بيك ما كان يحب انها تحكي. ايه يمكن بي بيحكي عن ضيعة يعني كاستوديو ارتست انه ما لازم تحكي ما لازم تكون قريبه من العالم لازم تكون يعني هي بمكان شايفها شي محل بي انه في امبريزاريو وهو بيحكي عمل دغري نفس الشيء. نعم. اليوم اختك عم تعمل هيدا الشيء بتعتقد؟ نوعا ما. اجا فترة كان في ضحى شمس وكانت منيحة ضحى، كانت صحفية ضحى شمس بس اختفت ضحى شمس يعني الكاجيبي سحبها. سألتك يعني خليني ارجع اسألك، في حدا ممكن يعني يجمعكم لكل واحد يعني لا تحكوا بهذا القصص سوا؟ بدها حكمة هيدا. حكيم بدها حكيم اكيد. مين بده يجمعنا يعني؟ اذا حكيم ما بيسمع موسيقى ما بعتقدر يعني يكون عم يهتم بهذا الموضوع. لا اذا الموسيقى مثل هي مش افضل ما يسمع.
عفوا اذا الموسيقى مثل اللي نزل اخر شيء لازم ما يسمع الحين. نعم. من القصص كمان اللي عم نسأل انه اهتمامك بالتعامل مع اسماء جديده ومواهب جديده مقارنه مع نجوم، بتحب انت تتعامل مع الاثنين؟ يعني هو السؤال مع مين بتحب او بترتاح تتعامل اكثر؟ انا بفضل الجداد، ناس يعني مثل الناس اللي عم نشتغل معهم بالليل بالملهى وبالمركز الثقافي الروسي. نعم. من الاشخاص في اصوات كثير حلوه نعم، مثل مين مثلا؟ انه في كثير، يعني بتعرف كم مغني ومغني مغنيين معنا بهال من 2013 لهلا، شيء لا يحصى. نعم. 15 16 صوت. من الاشخاص المميزين اللي انا بحبهم يعني واللي عم يشتغلوا معك مؤخرا لارا رين. اول شيء كيف تنظر لهيدي الموهبه؟ لارا مطر يعني. لارا مطر. وسمت حالها لارا رين. نعم، كيف تنظر لها وشو امكانياتها؟ شو كيف تشوف مستقبلها يعني؟ انا عندها صوت بتوقع له شيء، هي هلا عندها مشكله وحيده العربي، لانه ما كانت عايشه بلبنان، يعني كانت عايشه بكندا، واجت هي بنتها لليان. ليليان اللي كانت تعمل. نعم. تنمي ليليان تبع الاطفال. بس اجت على لبنان بال 2007. يعني وبلشت تغني معنا انجليزي وفرنسي، وهلا عم تشتغل على اللغه العربيه، مصره تغني عربي تتعلم لغتها يعني، وبدها تعيش بالبلد يعني. نعم. وهذا الشيء الحلو فيها يعني. هلا اوقات عم تلفظ العربي مش كامل، بنقول للعالم عن ماك انه هذه ما بتعرف تحكي عربي تقريبا. نعم. بس عم تحسن العربي وبدها تحسن شوي بالفوليوم تبع صوتها يعني. وبتتوقع على انه تكون يعني على، انا بحس هيك يعني، مثل ما عملنا شيء لسلمى وشوي اكثر. سلمى لانها بتالف، هي انتبه يعني تكتب وبتالف. تكتب وبتالف مسرح اطفال من كذا سنه. هلا اللي بيغني وهو بيالف بيطلع معه غير نوع اداء وغير غنى وغير افكار يعني غناء. نعم. على سيرة سلمى وين صارت؟ سلمى كمان انه ما حدا قدر قلد لها صوتها وقتها، قالوا لنا ليش عم تعملوا لها اسطوانه؟ سلمى هلا بفرنسا بقى، اللي انشهرت عندها غنية بس البومها كله انطلب كثير. نعم. من انجح التجارب يعني. لك بعيدا عن ال، عم بقول لك باعت بسنه واحده، وقت اللي كانت انه المطربات المعروفين يبيعوا 1000 اصله، باعت 4000 اصله بسنه. وهلا بعيده هي عن الفن. وما عندي صوره انا على الغلاف، انتبه، كان صوره وجه، صاروا يقولوا الناس عم يشتروا لانه انت عامله. هلا اكيد كان ضارب يعني، كان في شغل حلو والاغاني بس حلوه، بس بتلاقي الاسم بسهوله على الكوفر. نعم. ايه طبعا. هلا ما عم تشتغل هي بالفن، ما رجعت عم بتغني او، بس بحس انه اذا في تجربه بتعملها. نعم. وهي صوتها في خامه كثير حلوه مميزه، هي انعرفت، بتعرف انه الناس ما ربطوا، هي انعرفت من برنامج العقل زينه على صوت الشعب، كانوا يقولوا الناس بالمناطق الثانيه انه مين هاللي بتحكي هيك، في جو يعني طائفي شوي كان، انه لانه الفرنسي تبعها منيح من ايه هالمسيحيه، صار لها مستمعين بالمنطقه الشرقيه ايام الحرب يعني. بس عرفوها من الجبل، مش مفكرين انه حدا بالجبل بيحكي ممكن يحكي فرنساوي، لكن كيف كانت الذهنيات تجاه بعض نحن. وبعدها يمكن بتشتاق التشاؤم عندك كمان. نعم. مشكله عندك. بتشتاق لهالعالم اللي اشتغلت معهم وعملت نجاحات معهم؟ طبعا بشتاق لمرحله الحرب كله، لانه صدقني كان في امل وقتها، كنا مفكرين انه مش معقول هذا ما يطلع منه شيء. نعم. كل اللي صار. بتعتقد هيدي وحدة من القصص يعني يمكن اللي هي هي عندك وعند جيلك وجيل كامل من اللبنانيين انه علقوا بالحرب، انت من الاشخاص اللي ما قدرت تطلع من الحرب، يمكن لا. لانه الحرب ما طلعت منها، ما انتهت. انت بتعتقد ما بدتك بتفقص بكل المناطق، غلطة يعني، شي غلطة طائفية شي محل. شو بيعني هالشي؟ بيعني انه ابدية الحمد لله يعني. طيب شو الحل؟ شيء ماكن يعني، كيف بلد كانه صنع المانيا. شو الحل؟ ضروري يكون في حل، ليه بتعلقوا على الحل انتم؟ كصحفيين يعني. فبتعتقد اذا بدك تسال يعني اشخاص مسؤولين، رئيس الجمهوريه، رئيس المجلس، رئيس الحكومه، انه هو اللي بيعرفوا اذا يمكن مش عم ينمشوا على حل. هلا صار الحل اذا بنضل هيك مش أسوأ، مزبوط؟ العملة، الكاش، هلا الموضوع اللي ما كتير عم يحكوا فيه، بفتكر لاهيننا بالحكومة
وانا ما بتابع اخبار الحكومه لانه بتابع اخبار البنك المركزي اكثر. هونيك الشغل لانه اذا فجاه حطيت من هول الكروتي انا اللي ما بنصح حدا يستعملهم وبطالب 500 يقولوا لك فيك تسحب بس 100. هي صارت بالاجتياح على فكره مش بالاجتياح بعدوان تموز. نعم خبرتني اياها بنت معها كارت يعني. قلت لي ما كنا نقدر نسحب الا هالقد. مع خبر؟ بقى ايه انه عم بتصير وانت مشان هيك اخبار البنك المركزي بالنسبه لك هلا نعم وصحة رياض سلامة وكيف؟ نعم من يعني الحكومة ما وصدقه يعني انه اللي بيطلع من البنك المركزي لازم يتصدق مبدئيا نعم واخبار الحكومة ما عم بتتابع؟ لا وشايف ما كل فترة ماشي البلد بلا الحكومة نعم ماشي مثل ما ماشي يعني مثل ما قبل قالوا بالعادة قد ايه قعدنا بلا رئيس جمهورية كمان شي سنتين وشوي صار شيء جسر جلال الدين ما اثر عليه شيء هالموضوع وهلا هلا رح يخلص يعني من شي ست اشهر هلا في بلد حدا شادد عليه هالمره من شهرين لاحظ انت مش عم تمرق بقى بالعكس كل يوم بيروح من شين ظهري على انطلياس على بكره شي 7:30 للفيزيو من شهرين هالمره ما لاحظت لا كثير مشاهلين اكيد بلا لاحظت أصل مواطنين بلا اصل من يعني دائما كان عندك هالنظره المعري نظره انه طلعيه اللي سبقت عصرك بشو بده يصير بلبنان من يعني انتقال من الصراع الطبقي للصراع الاقتصادي للصراع الطائفي للفوضى باخر عمل لك مسرحي انه الفوضى ما حدا فهمان شيء من شيء اليوم شو رؤيتك للوضع؟ ما في غباش. بتعرف الغطيطة؟ مناطق اللي فيها غطيطة أسوأ من الغطيطة أسوأ من الغام. لأنه نص ديبي يعني. نحن بحالة غطيطة. أنا شخصياً في ناس عارفين كل شيء مبسوطين وفي ناس بس ما بقى في حدا يفل مثل قبل، لأنه يعني وضع العالم عرفت كيف؟ الدول اللي عم تفتش على ناس يشتغلوا بدها إياهم مثل كيف اللي تهجروا من سوريا يعني. نعم. بهيك ظروف يوصلوا كيف مثلا ألمانيا قديش واحد بحب ألمانيا ونظام والفكر ومعجب بصناعتهم وبكل شيء بس انه كيف هلا مثلا جون شحمه عفطير اليد العامله السوريه ما بدهم يخلون يفلوا نعم طب انت اليوم ما بقى في لبناني هاجر بسهوله هذا اصلي نعم الامارات تعرف شو يعني طائفه ايه طائفه لا مقبوله هونيك نعم اليوم انت فيك تعرف مين مع مين ومين ضد مين بالسياسه اللبنانيه؟ بتعرف انه اللي انه التجار مع مين؟ هو اللي مع بعضهم. هو اللي ما بيصير لهم شيء. يعني شوف الليره ما احلاها بتقطع من هول هونيك. يا زمان طائفي. اذا ما نحكي عن التجار مع بعض، المشكله انه العمال مش مع بعض. ايه هو من هيك ما حدا بيقول يا تجار العالم اتحدوا. لو بيضلوا قاعدين هون على الصينيه. بيقولوا يا عمال بنفس الغرفة في ثلاث غرف إذا ملاحظ يا عمال العالم وشو مشكلة الحقوق كلهم هونيك وليه ما عمال العالم وعمال لبنان ما عم يتحدوا؟ شو العائق؟ هو واحد مصري عم بيقولوا له ليه متحدوا متصور شو بيجاوب؟ قال لهم هم سايبيننا نتحد إنه بده إياهم هو يتركوه يتحد هو ما راح يتركوه رح نتوقف مع استراحة كمان ونرجع منكفي على الحلقة من بلا تور سيري.